السلام عليكم تلاميذ الأعزاء في درس جديد من دروس أنشطة التقويم التشخيصي في مجال الهندسة للمستوى السادس. لنتابع التمرين رقم 8. يقول التمرين: ارسم مثلثا ABCD قائم بالزاوية في A، بحيث AB و C نقط من الدائرة التي مركزها O وقطرها ب س. ما طبيعة كل من المثلثين أ أو ب و أ أو س؟ تمرين 8. اكتب ارسم دائرة مركزها O وقطرها قطر الدائرة بس. هكذا أرسم دائرة، ثم أخذ المسطرة أرسم قطر بس ب ثم س، ثم أخذ نقطة أ من الدائرة، أخذ أي نقطة من الدائرة أ. أرسم المثلث ABC المثلث بطبيعة الحال ABC دائما إذا كانت النقطة تنتمي إلى الدائرة، فإن المثلث ABC هو قائم الزاوية في النقطة A. أرسم مثلثين A و B، A و B و A او سي، هذان المثلثان. لاحظ ان هذه القطعه او ا والقطعه او سي والقطعه او بي فهما شعاعان ثلاث اشعه للدائره، وبالتالي الشعاع او ا يساوي شعاع او سي، او ا قيس أس، و أو أ في المثلث أ أو بي، و أ تساوي أو بي. إذن المثلث أ أو سي مثلث، والمثلث A و B هما متساوية الساقين، مثلثين متساوي الساقين. ننتقل إلى التمرين رقم 9. احسب بالمتر قياس محيط البقعة الممثلة بالرسم التالي. هذه البقعة الصفراء البرتقالية، البقعة البرتقالية ممثلة باللون الأصفر، نحسب محيطها. فمحيطها هو مجموع قياس أضلاع، هذا هو عبارة عن شبه منحرف، هو قياس جميع الأضلاع المحيطة بهذه البقعة. إذن أقول إذن شبه المنحرف، نقوم بحساب مجموع قياس أطوال أضلاعه. الضلع الأول يساوي 1093 متر،
زائد 247 زائد 237 زائد 385. إذن أقوم بالعملية الحسابية، 193 زائد 247 زائد 237 زائد 385، 3 و7 10 و12 22 9 و2 11 4 15 3 18 8 26 2 زائد 2 4 زائد 1 3 زائد 2 5 زائد 2 7 زائد 3 10. إذن يساوي 1062 مترا. ننتقل إلى التمرين رقم 10. التمرين 10 يقول: واحسب، واحسب بالمتر، واحسب أو أرسم، أحسب بالمتر مربع قياس مساحة الشكل التالي. قياس مساحة الشكل التالي: أولا أحسب بالمتر مربع قياس مساحة المربع ألفا أو أ الشكل عبارة عن مربع، إذن مساحته مربع أ هي الضلع في الضلع 8 في 8 تساوي 64 متر مربع. ب: نحسب بالمتر مربع قياس مساحة الشكل التالي: سنحسب مساحة المثلث أولا، مساحة المثلث، فمساحة المثلث هو القاعدة في الارتفاع مقسوم على 2. القاعدة هنا تلاحظ هذه 16 مقسوم على 2 تساوي 8، من 16 ناقص 8 تساوي 8، من 8 قاعدة في الارتفاع مقسوم على 2 تساوي 64 مقسوم على 2 هي 32 متر مربع. إذن مساحة الشكل 64 زائد 32 تساوي 96 متر مربع. إذن أكون قد قمت بإنجاز التمرين الأول والتمرين الثاني.